السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة ده الهاج المدفوع اسمه ران تايم تيرور. طيب انت التطبيق بيجي لك بالشكل ده كده، بتضيف الايميل والباسورد بتاعك، بتدوس لوج ان هير، هنا بيفتح لك بيبقى بالشكل ده كده، هنا كلين لوج، وهنا السيرفر واحد وسيرفر اتنين، وهنا النسخ، وهنا بتفتح يا اما جيم جاردن يا اما انجكتور يا اما الاي اس بي. تمام، هنا بتعمل ريسيت بابجي موبايل اوريجينال، يعني انت بتنظف اللعبة خالص بتبتديها من اول وجديد. هنا كريت نيو اكونت جيست اللي هو بتعمل حساب جيست جديد. طيب هنا بتضغط هنا سواء روت او بدون روت، بتضغط هنا ادي روت وادي بدون روت. تمام كده، هنا الضبط بتاعه، شوف انت مثلا بتكتب اسمك، بتحط صورتك، يعني هنا مثلا تحط صورة من عندك. طيب هنا تكتب اسمك مثلا، مثلا تمام بقى الاسم بتاعك. هنا تمسح الصورة لو مش عايزها، ستي ان اللي هو تسيبه موجود، يعني اعمل لوج للبتاع دي. بعد كده بترجع. طيب احنا بنقوم فاتحين الاي اس بي مثلا، هنفتح الاي اس بي اهو، بيجي لنا بالشكل ده كده. نرجع للعبة. طيب هنخش مثلا نجرب في تدريب. طبعا انا تليفوني ما بيدعمش الانجكتورات وكلكم عارفين، فانا هشرح بس على الاي اس بي. الحقوق بتاعته كلها موجودة هنا اهي. زي ما انتوا شايفين الاي اس بي بتاعه او الكاشف بتاعه كامل. طيب هنا الحاجات اللي انت بتعملها او البوكس السكيلتون الحاجات دي كلها، هنا الانبوت، قائمة الانبوت اهي. تمام، والام نوب، وهنا الرينج بتاع الانبوت، عايز تصغره عايز تكبره. تمام، تظبط هنا طبعا اعدادات الانبوت. هنا الثلاث شرط اللي فوق دول اللي جنب علامة الاكس بتدوس عليهم، بتختار اعدادات اللاعب مثلا زي ما انت كنت موجود فيها كده، او اعدادات الالتقاط بتاعت الحاجات السكوب والحاجة دي. يعني مثلا هنقول سكوب 3 و2. تمام، وندوس اكس هنا ونروح سكوب 3 و2 اهم ظهروا، ده سكوب 3 وادي سكوب 2، ظهرهم. تمام، هنا مثلا هنقول العربيات، الخوذة والعربيات، فين العربيات؟ هنا تدوس على الثلاث شرط، تاخد الكارز العربيات مثلا، نعلم على كله عشان نشوف ايه اللي موجود. اكس العربيات هي ظهرت. انجكتور بتاعه برضو فيه تفعيلات جميلة جدا، بس انا تليفوني ما بيدعمش انجكتور، عندكم انتوا هيشتغل. انا تليفوني انا ضعيف، ما بيشغلش انجكتورات. هو تطبيق كامل اهو زي ما انتوا شايفين، الصحة واللاعب والاسم بتاعه والبعد قد ايه، زي اي كاشف عادي، بس ده مختلف في الانبوت بتاعه بحمايته والانجكتور، وفي كمان للجيم جاردن تقدر تفتحه كمان. التطبيق هيبقى نازل برضو معاك الجيم جاردن بتاعه بحماية بتاعته برضو. وادي السكيلتون اهو كل حاجة، الانبوت بتاعه قوي جدا زيه زي الشارب شوتر لانه تاتش ايميوليتر، سكرين تاتش ايميوليتر. بس ده كان شرح بسيط للتطبيق اللي هينزل قريب، وان شاء الله هندعمه بحمايات وهيبقى فيه تحديث مستمر ليه. واشوفكوا تاني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بالشرح كامل بس للانجكتور نفسه
على تليفون يدعمه، لان انا ما عنديش تليفون يدعمه بصراحة، فحاول اتصرف في تليفون يدعمه واعمل شرح ليه.